ثالث سنة بشارك في كايرو ويدنج فيستيفال. حقيقة كل سنة بلاقي أن الدنيا أحسن كتير، في تطوير بشكل مستمر. بنبقى حريصين جدا كجروب أن احنا نكون موجودين في الإيفنت ده، هو الحقيقة على أعلى مستوى، وأنا بتشرف أن أنا بشارك فيه. بطرس جولري بتسعد أن هي بتشارك لثالث مرة في كايرو ويدنج فيستيفال مع الاستاذ محمد وياسر عبد الفتاح، واحنا النهارده عارضين الوينتر كولكشن لاول مره نعرضه يعني بره محلاتنا والستورز. مثل ما شايفين انا واقف قدام البوث تبعي، وهيدي ثالث سنه بشترك مع كايرو ويدنج فيستيفال، وهالسنه عندنا بالدوس الثاني بالاوتيل. فشو فكره المعرض؟ يعني بتكون فكره حلوه للكلاينتس الكابلز اللي عم يحضروا حالهم للويدنج تبعهم، وعندهم ماني كونسيرنز على الدريسنج والميك اب والويدنج بلانر. دي اول مره ننزل في الكايرو ويدنج فيستيفال، بس مبسوطين جدا بالتنظيم وكل حاجه. نازلين السنه دي بويدنج باكج للبرايد وللجروم عشان يشرفونا في اي وقت نقدر نخليهم جاهزين لفرحهم. متشكرين جدا لكايرو ويدنج فيستيفال، وان شاء الله هننزل معاكم كذا مره كمان. Actually ده أول مرة نشترك في كايرو ويدنج فيستيفال. It's an amazing event. We're so happy that we joined this year. Definitely the upcoming years احنا هنبقى معاكم برضو. I would like to thank Cairo Wedding Festival for giving us the opportunity to be part of it. I think the whole organization and management of this festival was just great. Well organized, good quality. حلو جدا حلو جدا. بحب اشارك فيه. في كل حاجة عدت حتى توقعاتي. انت كتير حلو. كايرو ويدنج، I love you.